فالآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. دينا شرف معها أحوال الطقس، إليك دينا. شكرا لك هبة، شكرا لك إيمان، والآن موعدنا مع أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 34 وصغرى 21، الإسكندرية 29 21، مطروح 27 20، بورسعيد 30 20، الإسماعيلية 35 19، السويس 35 20، العريش 30 19، طابة 34 22، شرم الشيخ 37 27، الغردقة 36 26، الأقصر 41 25، أسوان 41 26، الوادي الجديد 40 26، شلاتين 36 26، وأخيرا حلايب 32 28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.